السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي بالله، أحباب الله، موضوع هذه الحلقة عن المهدي المنتظر، وعنوان الحلقة يعني هاي حلقة مهمة جدا، اسمعوها لنهايتها. عنوانها كيف تتم بيعة المهدي وأين، وأن هناك بيعتين، والمفاجأة الكبرى كشف السر العظيم. أحباب الله، سبحان الله، وأنا بدرس القرآن وأحاديث النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، تبين لي يعني الغاز أسرار امبارح توضحت لي الصورة كلها، فقلت لازم أوضحها لأحبابي. وأنا ديروا بالكم، مش من النوعية اللي أي شغلة تجينا على السريع تك بنزلها، إذا ما بكون متأكد من الموضوع ما بنزل الشريط. الموضوع براسي من زمان، ونزلت أشرطة إذا بتلاحظوا، قلت لن تكون البيعة للمهدي في مكة. ليش؟ لأنه المهدي مستحيل يخلي في مكة دم، زي ما صار في لما إجا اللائد الأول اللي اسمه محمد عبد الله من اليمن، وسوت صارت الفتنة غاد وقتلوا ناس، وقلت مستحيل المهدي يلحد أو يجعل البلد غير آمن. بس سبحان الله تبين لي الأمور مع الوقت. خلينا نبلش أحباب الله في الموضوع. سورة القصص، سورة من آية 43 نزل، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر، وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم إنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. أولم يروا أن جعلنا حربا آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. هذه سورة العنكبوت 67، بس اللي قبلها وقال نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. خلنا نرجع الآيات، شوف كيف اكتشفت الأسرار السر العظيم. هسا رب العالمين يقول ولقد أتينا موسى الكتاب اللي هو التوراة،
من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. بخاطب السواحد: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر، وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوم ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. السع النذير، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان نذير لأمة العرب وللناس كافة، إجا بس ما أنذر الأقوام الأخرى لأنه توفى الرسول عليه الصلاة والسلام، القرآن موجود بس في ناس لحد الآن ما بيعرفوا عن الإسلام إشي. وإيش في عصر كل العالم تقريبا ضال على الطريق، قليل جدا من الناس مهتدين. عشان هيك بقول له: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك، يعني الله بترحم الناس لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. هسه بده لأنه رسول للناس كافة والناس كلهم موجودين بده يبعث رحمة منه مشان ينذر قوم ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. هسه أصبروا معاي، تقول أنتوا هاي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، بس أصبروا معاي: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. طب ما هو لولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم، يقول لك: وما أصابتكم المصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم، يعني هم اللي قدموا أيديهم المصيبة، فيقولون ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا لنتبع آياتك ونكون مؤمنين. هسه نقول هاي ما أرسل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، عشان نشوف اللي بعديها. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا، لأنه ليحق الحق يظهر دينه على الدين كله، يظهر الحق الحق بكلماته. هل حق الحق بكلماته لحد الآن؟ لا. فلما جاءهم الحق من عندنا اللي هو المهدي قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا ساحران تظاهرة وقالوا إنا بكل كافرون. هسا شوف الآية اللي بعدها: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما اتبعوا إن كنتم صادقين. إذن في كتابين موجودين. شو هم الكتابين؟ التوراة تبعت موسى والقرآن الكريم اللي نزل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. طبعا سيدنا محمد كان يتبع القرآن، فهل يخاطب ناس بيقولوا قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما اتبعوا إن كنتم صادقين؟ لأنه حقول إيش ما جزى ما جزى سيدنا موسى مع آيات ومعجزات، المهدي مش راح يجي معه آيات ومعجزات أول الظهور. عشان هيك بيقولوا فلما جاءهم الحق لما جاء المهدي من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا ساحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. هسه بتقول هذول قوم فرعون الكفر، مزبوط، بس الأرض كلها فراعنة. هسه عشان يقولهم قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما، من إيش؟ التوراة وإيش؟ القرآن مش الإنجيل، القرآن، لأنه قاعدين بخاطر عن موسى. عشان يقول تقول مهدي وموسى لقد أرسلنا رسول عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، يعني المهدي راح يكون رسول الفراعنة، في فراعنة معصوم. عشان قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما، يعني التوراة والقرآن، اتبعوه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك، مش راح يستجيبوا لك، فاعلم إنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين، لأن ظلموا وأشركوا بالله. شو بقول لك هون؟ ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. بأمنوا بإيش؟ الذين آتيناهم الكتاب، يعني القرآن. ما قال أهل الكتاب،
الذين أتيناهم الكتاب يعني القرآن من قبله يعني قبل مين؟ المهدي، هم به يؤمنون. وإذا تتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. يعني هذولا اللي الله أتيناه أتاهم الكتاب من المؤمنين، لأنه يقول الذين أتيناهم الكتاب من قبله قبل المهدي، الذين أتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، بيؤمنوا بإيش؟ بالقرآن. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا لما يجي المهدي بآمنوا بالمهدي وبالقرآن نفسه، بس القرآن يكون بطريقة مختلفة. كيف أنا بنزل آية من هون آية من هون آية من هون؟ نفس الشغل المهدي راح يجيب لهم شغلات، الله أعلم أنا طريقته، بس راح يكون الحق من عند ربنا. والذين أتيناهم الكتاب من قبله بهم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم القرآن قالوا آمنا به، يعني آمنا بالقرآن إنه الحق، على مين بيحكوا هسه؟ على المهدي، من ربنا إنا كنا قبله، يعني قبل مين؟ قبل المهدي مسلمين، عشان يقول لقد من الله على المؤمنين وبعث رسول من أنفسهم مؤمن منهم. شو بقول لك؟ أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. ليش بأخذ أجرهم مرتين؟ المرة الأولى لأنهم إيش؟ قالوا آمنا به إن الحق بربنا إنا كنا من قبل مسلمين، كانوا مسلمين ومؤمنين بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولما يجي المهدي آمنوا في المهدي إنه رسول. عشان هيك أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة وما رزقناهم ينفقون. عشان هيك وعباد الرحمن الذين يمشون الأرض هولا وإذا خطبوا الجاهل وقالوا سلاما، عباد الرحمن هذول لما يجي المهدي يكونوا موجودين. وهذول شو بقول لك؟ وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. نفس قول عباد الرحمن، سلام، هو بقول لك سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وإذا خاطبوا الجاهلين جاهل قالوا سلاما، هو بقول لك سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. عشان يقول المهدي إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو على المهتدين. أحبابي بالله، لما رب العالمين قال الله أنزل أحسن الحديث مثاني، يعني في أمرين دائما بيكونوا موجودين، النبي محمد صلى الله عليه وسلم والرسول المهدي. ما أتى للنبي صلى الله عليه وسلم اللي خاص فيه مختلف، ذكر رب العالمين لأنه زواجه زوجاته أمهات المؤمنين، فهمت علي؟ هاي بتخص الرسول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بس كل إشي بخص الرسالة كرسول الجهتين راح يأخذ المهدي كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم. إنك لا تهدي من أحبابك إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وللمهدي، إنك لا تهدي من أحبابك ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. عشان هيك هنا اللغز فكروا معاها، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات وكل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. لأن المهدي يقول لهم خلينا نتبع الهدى اللي هو القرآن. شو قالوا له المسلمين؟ وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. ليش نتخطف من أرضنا؟ ما شفت لما أفغانستان سوى الدولة الإسلامية شو صار فيهم؟ دمروها أمريكا. عشان يخلوا ضرب خافوا إنهم يسووا حكومة إسلامية تمشي على الشريعة الإسلامية ونتبع الهدى إلى القرآن الكريم. بقولوا وقالوا نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. أولم نمكن لهم حرما آمنا، حرم آمن الحجاج يجبى لي ثمرات كل شيء، قديه بتدفع الناس مصاري، ملايين الناس حجة وعمرة وأبصر وزيارة، كل هاي دخل من رب العالمين. يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، الله رزقهم ماء زمزم من لدن رب العالمين ولكن أكثرهم لا يعلم، ما بعلموا الحكي هذا. عشان يخصوص العنكبوت 67 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. الله سبحانه وتعالى
بقول لهم مش جعلت لكم ما شفتوا اللي جعلت لكم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ يعني هم بأمان والباقي مشاكل. شوفوا سوريا والعراق واليمن وغيره وغيراته، بس انتوا عايشين بأمان. أفي بالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. شو معنى في الباطل يؤمنون؟ شوفوا بدي أجيبكم أنا يعني أطلع لكم الآية هاي. لما يقول سورة آل عمران 71 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ يعني بنفس الحق بخلوه باطل وتبكتموا الحق وأنتم تعلمون. شوفوا كمان هذه الآية الثانية سورة الأنفال 8 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. عشان يا أحباب الله لو اجينا من هون شوف الآيات الباقية سورة الحج 62 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. لأنه إيش هسا؟ أولم يروا لجعلنا حرم الأمن يتخطر الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. شو نعمة الله؟ القرآن الكريم: اليوم أتممت عليكم نعمتي. إذن بدهم مش هم اتباع الهدى، ومن اتبع هداك فلا خوف عليهم ولا يحزنون، ومن اتبع هداك فلا خوف عليهم ولا يحزنون، ومن اتبع هداك فلا يضل ولا يشقى، فلا يضل ولا يشقى. بدهم مش هم لأنه خايفين من البشر يحاربوهم. عشان هيك اصبروا معي شوي صغيري، خلنا نرجع صوت القصص من آية 85 وننزل. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. يعني بدي أسألكم سؤال أحباب الله، الآية 85 و86 لما رب العالمين يقول إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد، يعني القرآن مفروض فرض على المهدي، رادك إلى معاد قل ربي أعلم بمن جاء بالهدى ومن هو في الضلال المبين. لأنه الله فرض عليه القرآن. شوفوا: وما كنت ترجو أن يلقى عليك الكتاب، يعني الكتاب موجود وألقى رب العالمين للمهدي. وما كنت ترجو، يعني ما كان المهدي يرجو أن يكون مميز بين البشر كلها وهو يأخذ الكتاب. وما كنت ترجو أن يلقى عليك الكتاب إلا رحمة من ربك، يعني الله سبحانه وتعالى بده يرحم الأرض وعشان هيك ألقى عليك الكتاب. فلا تكون ظهيرا للكافرين، يعني لا تكون إيش عدو للكافرين، تحاربهم، ركز على المؤمنين، اصبر عليهم. وما كنت ترجو أن يلقى عليك الكتاب، طب شوف عليه على كلمة تلقى إليك الكتاب. لأن أحباب بالله لازم يعني كل واحد يتدبر ويفهم القرآن الكريم مشان إيش يعرف شو معنى يلقى إليك الكتاب. الرسول ما ألقى عليه الكتاب، نزل عليه الكتاب. أنت يا أحباب بالله
لأنه أنا عقل سبحانه وتعالى وتركوا تعرفوا زي ال بتعرفوا أنتم الكمبيوتر بتحط كلمة بطلع لك كل إشي قدامك. أنا الكلمة اللي بقراها القرآن الكريم بطلع لي كل إشي عنها. عشان هيك هو لما ذكرت الآية هلا سورة النمل 29 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. من كتب الكتاب؟ سيدنا سليمان أرسل مع الهدهد والهدهد ألقى الكتاب إليها. شو قال؟ قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، يعني الكتاب كان موجود، الكتاب ما ألقي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ألقي على المهدي. قلت له يا أحباب الله عشان هيك ما كان يرجو المهدي أن يلقى عليه الكتاب، وما كنت ترجو أن يلقى عليه الكتاب إلا رحمة من ربك، فلا تكون ظاهرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادعو إلى ربك ولا تكون من المشركين. هل سيدنا محمد كان يوم من الأيام تكون المشركين؟ ما هو أصلا موحد، هو اللي نزل عليه القرآن وجاء الوحي. إذن المهدي ألقي لي الكتاب من دون الناس كافة، عشان يقول ولا تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحق وإليه ترجع. هسا فهمنا إحنا إنه المهدي رايح يقول للمسلمين الموجودين في مكة المكرمة وأهل الجزيرة العربية إنه خلينا نتبع الهدى، وهم مش رايحين يقولوا له أحباب الله وقالوا إن نتبع الهدى معاك نتخطف من أرضنا. قلت له أحباب الله عشان رب العالمين يقول لك إن الذي فرض عليك القرآن لردك لمعاد، رايح ردك لمكة في معاد معين. قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين، لأنه لما يجي المهدي راح يكون عنه ظل الرجل. من الأسماء اللي راح يسموه الطغوة على المهدي الظل، المجنون، الشاعر، فهمت علي أحباب الله؟ أصبر عليه، المعلم. نرجع سورة الفتح. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد لكم ضرا أو أراد لكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإن اعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ضرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون
فأن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وأن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري تحت الأنهار، ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. أحباب الله، فلنجعل الآيات نربطهم بالآيات الأولانية اللي سورة القصص. بسم الله الرحمن الرحيم. والله لا شفيكم كثر ما نزلت الشفاء. وهناك الكثير والله مجهزهم، بس سبحان الله كله بإذن الله، ما بنزل إشي لبأنه. يعني أنا بكون ناوي على شيء أن أنزل مثلا الكمية، بتلاقيني إيش بتدخل علي أمور أخرى. عشان هيك إنا فتحنا لك فتح المبين، وترك أحباب الله إلى المهدي. فتح مكة غير عن الفتح المبين، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، هذا المهدي، لأنه راح يكون ذلك مذنب من قبل وراح يذنب من بعد، ويتم نعمته عليك. بس يتم نعمته عليك يعني تكتمل الإصلاح ويهديك صراطا مستقيما. لما يكتم الإصلاح ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، شو بصير؟ وينصرك الله نصرا عزيزا. راح الله ينصرك نصرا عزيزا. إذن المهدي راح يكون مغلوب بداية أمره، ونصر بعزه. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين قبل المهدي، ثم ازدادوا إيمانا لما جاء المهدي، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم لما جاء المهدي، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها، ويكفر عنهم سيئاتهم، لأنه عندهم سيئات كثيرة، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. بتركوا من المشركين، المنافقين عارفينهم إحنا، إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا أوعد أخلف، وإذا خصم فجر، مليون شغلة في القرآن الكريم بتقول عنهم وعادة الرسول عليه الصلاة والسلام. بس إيش المشركين اللي فرقوا دينهم وكانوا كل حزب بما لديه فرحوا، يعني الطوائف اللي آمنوا بالطائفة تبعتهم وكفروا غيرهم. قلت يا أحباب الله، هاي واحدة. والمشركين منهم اللي لا يؤتون الزكاة ومش من الآخر غير مؤمنين، هذول المشركين اللي بيشترك في شهوته عنده أفضل من ربيع، زي المرأة اللي تتحجبش، اللي بتعرف إنه فرض عليها إنها تستر عورتها ومع ذلك تقول لا ما بدي. والصلاة عارفينه من المسلمين فرض عليهم وما بيصلوا، مجرمين واشتركوا في الله سبحانه وتعالى، اللي بأخذ مال حرام وربا وعارفين الله ما بيقبلوا، ومع ذلك ما شفاقه معهم ربي. لو بيقبلوا بالآخرة ما سووها. واللي بدفعش الزكاة وهي معروف فرض من فرائض الإسلام ومن أركان الإسلام الخمسين، برضو أشرك في الله سبحانه وتعالى. تعالى أحباب الله، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم جهنم وساءت مصيرا. المشركين هو مش النصارى واليهود، لأن النصارى واليهود الله كفرهم، قال لقد كفر الذين قالوا ان الله ثلاثة، وقالوا لقد كفر الذين قالوا عزير ابن الله. واليهود غضب الله عليهم وجعل منهم ايش قردة وخنازير. اذا هون بيحكي عن المشركين. من هم المشركين؟ هم من امة محمد صلى الله عليه وسلم اللي اشركوا في الله، اللي اتبعوا واتخذوا من دونه اولياء، زي كثير من الشيعة بيقولوا ايش يا مهدي، يا حسن، يا حسين، يا علي، يا فاطمة، وكثير من الصوفية وغيرها وغيرات. وتعالي أحباب الله، عشان يقول لك ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. هذول المؤمنين راح يكون جنود المهدي، عشان إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. يا مهدي، هاي بقول لك سيدنا محمد، لا يا حبيبي، هاي المهدي اصبروا علي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله. أي رسول المقصود؟
وهم المسلمين مؤمنين في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بس آمنوا في رسول المهدي ورسول محمد صلى الله عليه وسلم، وتعزروا به رب العالمين، وتوقروه رب العالمين، وتسبحوه بكرة واصيلة، لأن المسلمين لم يوقروا قدر الله حق قدره، ولم يوقروا الله، والتسبيح ما بيسبحوه لا بكرة ولا أصيلة. فهمت علي؟ عشان يقول لهم إن الذين يبايعونك يا مهدي، البيعة وين بتكون؟ في مكة. إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. إذن المهدي لما يدخل مكة ما راح يصير حرب. أهل مكة وأهل المدينة والجزيرة العربية تقريبا أكثريتهم رايحين يبايعوا. مين اللي راح يتخلف عن البيعة؟ سيقول لك المخلفون من الأعراب، هذول من الأعراب اللي بتخلفوا عن بيعة المهدي، شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم تخلفوا عن إيش؟ عن المعركة. ما قلت لكم سيقول لك المخلفون من العرب شغلت أموالنا وأهلنا، ما في الآية تبعت الرسول عزيزة عشوك إياها. بل ظننتم أن لم ينقلب الرسول المؤمنين لأهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. لأنه شو قالوا؟ إن نتبع الهدى نتخطف من أرضنا. هذول من الأعراب اللي رفضوا اتباع إيش؟ البيعة. عشان هيك ظنوا لما صارت البيعة إنه الرسول اللي هو المهدي والمؤمنين لن يعودوا لأهلهم أبدا. طب بل ظننتم أن ينقلب الرسول المؤمنون لأهلهم أبدا. كيف ظنوا؟ يعني غزوة تبوك هاي المقصودة؟ ما المخلفون كانوا في غزوة تبوك، واصبر علي، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله المهدي فإن اعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون الذين تخلفوا عن البيعة إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها دعونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. استحونا من يقول هاي المخلفون ما خلى ما إيش لما انطلق الرسول يأخذ المغانم، ما قبل إيش خلي المخلفين يأخذ الغنائم، مع أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لما أخذ المغانم أعطاها للجميع. بس أي مغانم المقصودة؟ مغانم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ولا مغانم المهدي لما سيطر على كل شيء في الجزيرة العربية ودول الجزيرة العربية كلها من بترول وذهب وأموال مليارات المليارات؟ قل للمخلفين من العرب، عشان يقولك قل لن تتبعونا كذلكم. ليش؟ لأنه ما لهم حق يأخذوا، ما واجهوا الجيش اللي إجا بده يحاربهم، عشان يقوم ظنوا وظننتم أن ينقلب الرسول من أهلهم أبدا في البيعة لما بايعوه، بيجي جيش الخسف بخسف فيه رب العالمين، عشان بيرجعوا لأهلهم المهدي وجماعته، لأنه المهدي ما بقي في مكة مقربة، بس البيعة تكون في مكة، بس ما بيحاربوا أهل الجزيرة، بيجي الجيش اللي بده يحاربوا يخسف فيه. عشان يا أحباب الله، طب لو المخلفون هذولا قل لن تتبعونا كذلكم، اتبعوا على ايش؟ اذا اطلقتم من المغانم تأخذوها، بس قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا يفقهون الا قليلا. عشان يا اخي شو بقول له؟ قل للمخلفين يا مهدي من الاعراب ستدعون الى قوم اولي باس شديد تقاتلونهم او يسلمون، فان تطيعوا يؤتكم الله اجرا حسنا، وان تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا اليما. قل للمخلفين من الأعراب
ستدعون إلى قوم. طب هاي الآية أحباب الله سورة التوبة اللي هي إيش؟ سورة التوبة 83 قال تعالى فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم القعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. قعدوا عن إيش؟ عن الذهاب لغزوة تبوك. بس هاي الآية أحبابي بالله قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. إذن هذول تخلفوا عن إيش؟ مش عن المعركة، تخلفوا عن البيعة. هنا بقول قل للمخلفين من الأعراب اللي تخلفوا عن البيعة ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فأن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا. يعني بسامحكم عن الماضي وبعطيكم أجرا حسنا. شو أجر الله الحسنة؟ دخول الجنة. وأن تتولوا كما توليتم من قبل عن البيعة يعذبكم عذابا أليما. قلت أحباب الله اللي بيجي بقول لك هذا الزلمة ألحد وطلع وغير وزول هذول ما بعرفوش الله. لأنه رب العالمين شو بقول لك هون اسمع ايش بصير. سورة النحل 101 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. ما غير الواحد لما يبدل آية لما يبدل كلمات الله ما في تبدل القرآن الكريم. بس بحق له يجيب آية مثلا أقولكم شغلة بسيطة واحد بحكي عن الصلاة ما بيجيب كل الآيات الموجودة بالقرآن الكريم وكل آيات مختلفة موجودة في البد في سورة البقرة وآل عمران وكذا وكذا والجمعة وبنزل لك آيات القرآن عن الصلاة صح؟ هل بدل الآيات الواحد؟ بس هي الآية موجودة في سورة بس استعملها مشان يحكي عن الصلاة. وأنا نفس الشغلة ببدل آية مكان آية كيف؟ أنا ما ببدل الآيات بس الآيات موجودة في أماكن مختلفة عشان هيك بجيب لكم الموضوع مشان تفهموا. هسه أنا جبت لكم موضوع هذا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلون أو يسلمون فأن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وأن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. أنا جبت لكم آية بدلت آية مكان آية آية سورة التوبة 38 فإن رجعك الله لطائفة منهم فاستأذنوك الخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. بيجي واحد يقول يا أخي بس مش وين المخلفين؟ طيب بنرجع على سورة التوبة سورة التوبة يا أحباب الله الآية 81 في سورة التوبة بنزل فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فرح المخلفون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك إلى الله إلى طائفة منهم فاستأذنوه. ليش قال طائفة منهم؟ لأنه في ثلاثة من المخلفين الله تاب عليهم. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. طب كيف لا تقاتلوا معي عدوة وهاي الآية قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلون أو يسلمون فأن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وأن تتولوا كما توليتم من قبل بإيش؟ بالبيعة يعذبكم عذابا أليما. عشان يقول لهم بس ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يعني المهدي يدخلوا جنات تجري تحت الأنهار
ومن يتولى يعذب عذابا أليما. لأن شو قال؟ ومن يتولى يعذب عذابا أليما. وهم يقولون وأن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. أنا ما بجي من عندي أحباب الله، كل قرآن بالقرآن، بس أنا بستعمل الآيات بموضوع مخصص، بجيب كل الآيات بحيط الموضوع من جميع صفاته مشان خلكم تفهموا اللي أنا فهمته. شفتوا أحباب الله؟ إذن في بيعة، البيعة الكبرى راح تكون في مكة، ولن يسفك فيها لقطة الدم، لأن المهدي مستحيل يكون سبب في سفك لقطة الدم في بيت الله الحرام. إذن لما يروح من زي الناس بيحكوا بروح المهدي بشوه سبع علماء بالحراء، هاي المهدي وبالحقوا بفيلم من مكة للمدينة كذا، كل هذا انتو ظنكو. أنا بجيبكم قرآن كلمات الله عشان يقبل برضو أستجد بالأحاديث. أصبروا علي، خلني أجي على مكانة بيت الله الحرام. سورة الحج 25 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يا علي، إذا أنا بدي أروح من بيتي وأنا عندي في نفسي أفكر أني ألحد في بيت الله، كأني ألحد في بيت الله، وياش ورايح أضيقني رب العالمين عذاب أليم. فالمهدي مستحيل، مش راح يلحد المهدي بس راح يصير سفك دماء. مستحيل يروح المهدي يقول للناس أنا المهدي زي ما سووا كثير من الناس، واحد صرف في الحرم أنا المهدي. تسوي فتنة في الحرم أنت؟ أو زي هذا جهيمان لما سووا فتنة في الحرم وصار الدم للركب، كسروا الحجر الأسود والكعبة بالرصاص. عشان هيك في سورة البقرة 126 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات منهم من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. إذن دعوة سيدنا إبراهيم أن يجعل البيت الحرام مكة بلدا آمنا عندك أحباب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة آل عمران 97 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يعني من دخل البيت كان آمنا، إذن من دخل مكة فهو آمنا بلد حرام. مستحيل المهدي يقبل بيعة يسفك فيها نقطة دم واحد. عشان هيك أحباب بالله المهدي معروف وراح يعرف من كل أهل مكة وكل البشر، لما يروح يحج راح يقول هاي المهدي، ويجوا عليه ويطالبوه بالبيعة. هون هو بشرط عليهم، أول شيء بتهرب، بعدين بيمسكوه بيقولوا احنا دماءنا وديننا وبرغبتك بخطيتك انت المهدي. مش راح اقول لهم عشان بحمي بقول بخطيتك ودماءك ورد، بقول لهم ماشي انا بدي تبيعوني بيعة، والبيعة مذكورة في القرآن الكريم. شو هي بيعة احباب بالله؟ سورة التوبة 111 قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. هاي البيعة عمي، بقول لهم تبايعوني
على هاي بتبيعوا هاي. بتبيعوا أنفسكم. مش مالكم أول شيء. أنفسكم وأموالكم. لله. والله راح يشتريها منكم. وبحطوا إيديهم على إيد المهدي. وبيبايعوا. عشان رب العالمين يد الله فوق أيديهم. شو قالوا؟ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. وذلك هو الفوز العظيم. هاي البيعة. بروح على المهدي بده يحج. فشوفوا بيعرفوا الناس كلها. بصير تهرب منهم. بيحاطوا. انت المهدي بدك تبايعنا. وبدنا نبايعك. بقول لنا انا مهدي ولا بايعزروا. بقول لا انت المهدي. ودماءنا واعراضنا وديننا بعنقك. اذا ما قبلت البيعة. بقول لهم طيب. بدك تبيعة؟ هاي البيعة. اللي قادر يبايع البيعة هاي؟ اهلا وسهلا. اللي مش قادر يبايع مع السلامة رايح. انا ما بدي ناس زي هيك. هيك بقول لهم المهدي. لان القرآن واضح. سورة التوبة 24. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. شو لازم يكون عندهم هذول الناس؟ الله ورسوله وجهاد في سبيله أحب من آبائهم وأبنائهم وإخوانهم وأزواجهم وعشيرتهم وأموال اقترفوها وتجارة يخشون كسادها ومساكن يرضونها. الله أحب من كل هالشغلات. عشان آخر مادي لن يقبل البيعة إلا بهذه الطريقة. فهمت علي يا أحباب الله؟ خلنا نرجع حسا للأحاديث. بقول لك يقتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة ثم لا يصير إلى واحد منهم ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم ثم ذكر شيئا لا أحفظه فقال فإذا رأيتموه فبايعوه ولبوا حبوا على الثلج فإنه خليفة الله المهدي. ما قال خليفة النبي لأنه أبا بكر خليفة رسول الله وعمر خليفة رسول الله وعثمان وعلي خلفاء رسول الله عليهم أفضل الصلاة عليهم رضي الله عنهم وعليهم الصلاة والسلام. رسول بذاته قال فإنه خليفة الله. وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هذا هو الخليفة المقصود. في ناس بيقول لك لا قصدهم البشر. لا عمي كلام الله بيحددها تحديد لأنه قال إني أعلم ما لا تعلمون وما بعلموا عن المهدي شيء. بعدين رب العالمين بخليهم يعرفون. عشان هيك يقتتلوا عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة ثم لا يصير لواحد منهم. إذن في قبل ما يظهر المهدي وتصير البيعة الكبرى في مكة راح تكون في بيعة أخرى. كيف البيعة هاي الأخرى بتتم؟ يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة ثم لا يصير إلى واحد منهم ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم ثم ذكر شيئا لا أحفظه. طيب الرايات السود اللي اجت من المشرق أمتى اجت هاي؟ تذكروا هاي أنا بعدين برجع للموضوع. بقول لك ثم ذكر شيئا لا أحفظه فقال فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج فإنه خليفة الله المهدي. طيب يعني بتكون في مكة ومكة يكون فيها ثلج؟ إذا الناس هيك بظنوا بكون عقلهم صغير. بقول ما ثلجت في تبوك وثلجت كذا. لا حبيبي ما هم قاعدين عنده. الناس في مكة بايعوا. إذا في بيعة قبل بيعة مكة. هاي البيعة الأولى. واصبروا علي دقيقة ورايح أبين لكم إياها. بقول لك رواه ابن ماجه في السنن
والبزار في المسند والريوالي رقم 619 والحاكم في المستدرك من 510 الجزء الرابع من طريقه ومن طريقة البهيقي في دلائل النبوة. طيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبايع الرجل ما بين الركن والمقام ولا يستحل البيت إلا أهله، فإذا استحلوا فلا تسأل عن هلكة العرب ثم تجيء الحبشة فيخربون خرابا لا يعمر بعده أبدا، هم الذين يستخرجون كنزه. رواه أحمد وابن حبان وأسناده صحيح. هو يبايع الرجل، مين مش هل هذا المهدي الذي يبايع الرجل ما بين الركن والمقام ولن يستحل البيت إلا أهله، إذا استحل الحرم صار في دم. قلت عليه باب الله، عشان هيك نيجي على بقول لك قدم جهيمان صهره، وقدم جهيمان صهره محمد بن عبد الله القحطاني انه هو المهدي المنتظر ومجدد الدين الاسلامي، وقاموا اتباعه بمبايعه المهدي المنتظر وطلبوا من المصلين وبايعته وتمت البيعه ما بين الركن والمقام. وهم بقول لك ايش يبايع الرجل ما بين الركن والمقام، الرجل ما قال المهدي، شايف؟ طيب بعدين تدخلت قوات الامن السعوديه وحاصرت الحرم ثلاثة ايام وصار حرب وطخ واقتحموا الحرم وحدث صار اشتباك بالاسلحه الناريه وسفكت الدماء وانقتل اللي عامل حال المهدي محمد بن عبد الله، وكثير من الابرياء انقتلوا اللي كانت تصادف يعني كانوا موجودين بالصدفة وقت الحادثة. وبعد مقتل المهدي المزعوم انهارت معنويات عناصر جماعة الجهيمان، انتهوا لأن المهدي تبعهم مات، إذا مش هو المهدي. وانتهت عملية احتلال الحرم 16 يوم، كانت في 16 محرم عام 1400 تمكنت القوات السعودية مدعومة بجيش من الأردن وخبراء فرنسيين من اقتحام الحرم والقبض على الجهيمان وإعدامه بقطع الرأس، وحدث استحلال الحرم من قبل أهله. عشان هيك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيعود عائد بمكة فيقتل ثم يمكث الناس برها من دهرهم ثم يعود عائد آخر فإن أدركته فلا تغزونه فإنه جيش الخسف. الفتن ابن حماد من مشايخ الشافعي. هسا هاي في ناس ضعفوا بس خلينا نقول انه ايش صار العائد الاول عن جد وانقتل، اذا في عائد اخر. شو معنى العائد؟ واللي بلوذ في الحرم يعني في واحد راح يجي على الحرم ويعوذ بالله، هو يعني مثلا ايش بكون بده ايش من الله امور، هذا إجا بتكون المهدي، هذاك الإنسان الثاني بكون إجا وبطلب من الله طلبات، شفت؟ يعود بالحرم، بس هاي المؤامرة مش معناته إنه يبايع، بقول لك ثم يعود عادا فإن أدركته، يعني العائد اللي عاد وروح، بس إذا أدركته لما يجي يبايع في مكة فلا تغزونه لأنه اللي بغزوه راح يكون جيش الخسف. الواحد يفكر أحباب بالله في الحديث أو في الآية سيعود عائد من مكة فيقتل، يعني العائد دخل مكة على أنه المهدي وعاد بالله سبحانه وتعالى أنه يكون المهدي قتله، إجا عائد آخر بعد برها دخل على الحرم لما أقول عائد دخل علي واحد حكى له دخيل عليك أنا عائد فيك، يعني إيش عنده إشي بده إياه مني، بس هو دخل العائد لمكة دخل عشان إيش هذا بيت الله الحرام، فعله طلبات كانت طلبها من الله
ثم رجع. بقول لك فإذا أدركتموه، يعني لو أنه مثلا هو عاد ما الناس بعرفوه، فإذا أدركتموه فلا تغزونه. احذر تغزو الرجل الذي يبايع مرة أخرى، لأن البيعة الأولى باطلة، إذا البيعة الثانية بتكون حق. إذا المهدي مش راح يروح على مكة ويعوز الحرم يقول أنا المهدي زي ما صار هذا الرجل ويجبر الناس على البيعة، لا الناس رايحين يجبروا المهدي على البيعة. أنت يا أحباب الله، خلينا نجي على حديث أخرى. الحديث في صحيح مسلم رقم 5135، حديث مرفوع. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ قتيبة قال إسحاق أخبرنا، وقال أخيراً حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد الله بن ابن القبطية قال دخل الحارث بن أبي ربيعة وعبد الله بن صفوان وأنا معهما على أم سلمة أم المؤمنين، فسألها عن الجيش الذي يخسر به، وكان ذلك في أيام ابن الزبير، فقالت قال رسول صلى الله عليه وسلم يعود عائد بالبيت فيبعث إليه بعث، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. فقلت يا رسول الله فكيف بمن كان كارها؟ قال يخسر به معهم، ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته. وقال أبو جعفر هي بيداء المدينة، هي قالت إيش يعود عائد بالبيت فيبعث إليه بعث، فإذا كانوا ببيداء من الأرض، ما قالت في المدينة بس شو قال؟ وقال أبو جعفر هي بيداء المدينة، الله أعلم أي بيداء. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا عبد العزيز بن رفيع بهذا الإسناد، وفي حديثه قال فلقيت أبا جعفر فقلت إنها إنما قالت ببيداء من الأرض، فقال أبو جعفر كلا والله إنها لبيداء المدينة. صحيح مسلم. إن كان بيداء المدينة ولا بيداء أخرى، إذن في جيش سيغزو المهدي والمهدي يبايع، إذن إيش هاي البيعة؟ طيب خلنا نجي هنا الرايات السود، نرجع إحنا إيش يقتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة ثم لا يصير لواحد منهم، ثم تطلع الراية السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم. إذن الراية السود رايحين يقتلوا مين؟ المسلمين. عشان هيك هنرجع إحنا على هالمعلومات. قبل اغتيال عزام وتحديدا في سنة 1988 ظهر اسم القاعدة عنوانا للتنظيم الذي يتزعمه بن لادن، فقد طلب عزام من أسامة تنظيم سجل للمجاهدين العرب يتضمن مسار حركتهم قدوما وذهابا والتحاقا بالجبهات، وعلل عزام طلبه هذا بازدياد عدد الوافدين للجهاد وما تبع عن زيادة في عدد حالات الإصابة والقتل، ويمثل نقص هذه المعلومات من حرج لمكتب الخدمات الذي كان يدير حركة المجاهدين في أفغانستان. وعندما أصبحت هذه السجلات إدارة مستقلة كان لابد من إطلاق اسم عليها لتعريفها ضمن إدارات مكتب الخدمات، وهنا أطلق عليها عزام اسم سجل القاعدة، على أساس أن القاعدة تتضمن كل التركيبة المؤلفة من الأنصار ومعسكرات التدريب والجبهات. هسا بعد الانسحاب السوفيتي واغتيال عزام عاد أسامة بن لادن إلى مسقط رأسه في السعودية، وابتعد عن العمل السياسي المباشر، لكن الأحداث المتعاقبة المفاجأة دفعت به سريعا إلى الساحة السياسية. ففي 2 أغسطس يعني شهر 8 1990 غزت القوات العراقية الكويت، وساد الرياض شعور هائج من السخط والغضب، وحذر بن لادن من مغبة الاستعانة بالأجانب خاصة الأمريكيين الذين وصفهم بالكفار من أجل الدفاع عن المقدسات الإسلامية، موضحا أن هذا يتنافى مع تعاليم الإسلام، فضلا عن حساسية هذه المشكلة بالنسبة لمعظم السعوديين. يعني وطالب مقاطعة البضائع الأمريكية ومقاومة الوجود الأمريكي في الخليج، يعني السلطة السعودية ما استجابت له بن لادن، وطلب من الناس يقاطعوا البضائع الأمريكية ويقاوموا الوجود الأمريكي في الخليج وخاصة في السعودية. وقد لعبت شعبية بن لادن دورا في تزايد مخاوف الأسرة السعودية الحاكمة
وتزايد الضغوط عليه للدرجة التي دفعته للهجرة بأسرته الصغيرة وتوجه للسودان، حيث استقبل الدكتور حسن الترابي المرشد الروحي للنظام الحاكم وزعيم الجبهة القومية الإسلامية. وسرعان ما استدعى بن لادن الأعداد الكبيرة من الأفغان العرب، والتقى مع أيمن الظواهري من جديد، وبدأ معا في تكوين الجناح العسكري لتنظيم قاعدة الجهاد الذي سيشغل العالم منذ ذلك الحين وحتى إشحار آخر. وأنتوا شايفين هسه داعش طلعت من عندهم وراياتهم سود وبقتلوا فيها الناس. أنا ما بحكي لأنه الحديث هو واضح، يقتتلوا عند كنزكم ثلاثة. هسا بدي أبينكم مين الثلاثة، كلهم ابن خليفة. هسا في ناس كثير بقول لك هاي راح تحصل بأهل السعود، لا أحباب الله، شو كنزنا إحنا؟ لا تقول لنا الكعبة، أنا بحكي عند الناس. شو كنزهم اللي أمريكا والأرض كلها بديا؟ البترول. يقتتلوا عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة، يعني أساسهم كان عندهم خلافة حكم سلطان. مين هم الثلاثة هذول؟ أمريكا الدولة العظمى في الأرض اللي تقول أنا ربكم الأعلى. اثنين، روسيا اللي كانت في الاتحاد السوفيتي اللي هسه عم تقولهم أنا ربكم الأعلى ومش حاسب حساب لحدا. والثالثة إيران المملكة الفارسية اللي تقول أنا بدي أرجع إيش الحكم للفرس وأبيت العرب. والثلاثة طامعين يأخذوا أراضينا وبلادنا وبترولنا. فكروا عابكوا والله الثلاثة ما بأخذوها لأن المهدي جايهم قريبا، هو اللي راح يبايع في المهدي وراح ينعرف بقريب، يعني يمكن السنة هاي السنة الجاي رايحين الناس يعرفوا أخ الله سبحانه وتعالى راح يظهروا، بس الناس راح ينعرفوا المهدي مباشرة، بس ظهوره كظهور الشمس، ما بتظهر الشمس مرة واحدة، بتكون مختفية بعد مز ولا صارت بالظهر بنص السماء، لا بطلع استعرف بيجي الفجر كان في ظلم الدنيا ليل عتمة، الواحد إذا حط أصبعه في عينه ما بيشوفه، بظهر أول بعد الفجر تطلع الشمس شعرة، اللي بيصلوا الفجر أول بروح وكون رايحين على المساجد وهم خارجين من المساجد بشوف الشمس، بكون الناس كلها نايمين بس اللي صلوا الفجر في المساجد، لأنه بصلي في بيته يمكن ما يشوف الشمس روح ينام، بس اللي بصلي في المسجد مشان يوصل للمسجد ويخلص الأدعية وكذا وهو طالع بطريقه راح يشوف الشمس، طلعت شعره شروق الشمس، أول ما يعرف المهدي هذول الناس. بعدين اللي بصحى بدروح على دوام الصبح، بدوام الساعة 7 الصبح 6:30 8 بس يصحى من انه بطلع تك ولا الشمس قدامه بشوفها، بضلوا في ناس نايمين، في ناس ضلوا نايمين الظهر، هذول بس يصحوا بطلعوا بشوف الشمس بكبد النهار، هذول رايحين يشوفوا المهدي مباشرة، يكون هذول كل الناس اللي قبليهم عرفوا. ثم في ناس بيكونوا نايمين حتى العصر، وفي ناس بناموا بصحوش من النهار كله، بتروح عليهم الشمس وما بيعرفوا. حتى يأتي عيسى بن مريم عليه السلام ويأكد له أنه هذا هو المهدي ويصلي خلفه. فهمت عليه أحباب الله؟ اللي عنده عقل استعمل عقله بس بالقرآن وبالأحاديث، ما خلي عقله هو الحكم، يخلي الحديث والآية، الآية أولاً أو القرآن ثم الحديث. هاي جبت لكم آيات وأحاديث. يقتتلوا عند كنزكم ثلاثة، إحنا شو كنزنا العرب؟ أنت أقول لك زيل البترول من عندنا، والله ما حدا بتطلع على وجهنا. صحيح بكرهوا ديننا بس طول ما إحنا فقراء ومساكين شو بدهم فينا؟ هاي أفريقيا حدا في مسلمين بأفريقيا مش حاسبينهم حساب. هاي أندونيسيا 240 250 مليون. قديش الباكستان وكذا حتى حاسب لهم حساب؟ لا، بس كنزنا احنا البترول والمضائق البحريه اللي بتسيطر، لو نسكرها
بس هو بتدفعهم على السفينة مشان تروح بتقطع البحر الأبيض المتوسط والأحمر من المحيط الهندي للمحيط الأطلسي وكذا بدهم يلفوا الدنيا كلياتها قناة السويس وضرب طراح مضيق جبل طارق ومضيق باب المندب مسكر عليهم الدنيا هاي كنزنا وعيات شوالفك وأحباب بالله لا هم أولاد سلمان ولا بعد ولا اللي بدهم يجوا بعدي ولا بعدي ولا بعدي أمريكا وروسيا وإيران تذكروا كلامي أحباب بالله الله يعني أنا هذا علمي وفهمي من كتاب الله ومن الحديث فكروا اللهم اجعل الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه استغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.